بعض الناس من الشباب من النساء ربما يظلون يتراسلون إلى منتصف الليل وأكثر من منتصف الليل، نكت وضحك ومزح وكلام فاضي، ويضيع الوقت بهذا. بل بلغنا عن بعض طلبة العلم أن عنده توم يجيري. الله عليك يعني تترك. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وتذهب إلى توم يجيري؟ أنت بعقلك؟ وبعضهم عندهم هذا عثمان وارطغرل في قصص ملفقة وحكايات ملفقة. يا طالب العلم عيب عليك، ضيعت وقتك، ضيعت عمرك. الصور حرام، هذه المقاطع محرمة، أشغلت نفسك بما لا يرضي الله، وصور النساء داخلة في هذه المقاطع، إلى جانب أن أرطغرل هذا ما يعني ضياع الوقت فيه، ما فيه ما هو مقصور على هذا، فيه صور النساء في غاية الزينة، ما جاءوا بها إلا من أجل أنها امرأة ملك، امرأة وزير، امرأة كذا. ما سيأتي الملك أو الوزير يتخير له أي امرأة من الشارع، لا. إذن فينتقون لهذا انتقاء. فاتق الله أيها الرجل، اتق الله أيتها المرأة. كيف لو عاد واحد يتفرج على طغرل هذا هو زوجته، كيف يكون؟ هذا عنده غيره؟ هذا قليل حياء وهي قليلة حياء. لا هي تغار عليه ولا هو يغار عليها. المرأة تغضب إذا رأت زوجها ينظر إلى امرأة أجنبية، والرجل يغضب إذا رأى زوجته تنظر إلى رجل أجنبي. لكن اسكت لي اسكت لك، واسمح لي اسمح لك، سلفني أقضيك. كل واحد يسمح للثاني علشان تأخذ راحتها في النظر تسمح لزوجها، ولا عشان يأخذ راحته في النظر يسمح لها. ولن يصلوا إلى هذا إلا بنقص الغيرة. فلهذا حافظوا على دينكم وإيمانكم وأوقاتكم وأسماعكم وأبصاركم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.